وطبعا فيلم مختلف، فيلم اكشن كوميدي، والاول مره انا بعمل فيلم بالشكل ده. طبعا كل الناس بتشوف امير دايما في اكشن اكشن اكشن، هو هنا في جرعه اكشن كبيره جدا، بس في جرعه كوميديا كبيره اكبر من الاكشن بكتير، والاتنين مع بعض عاملين حاله مختلفه، فان شاء الله تتفرجوا على حاجه جميله. هو البعبع ده مش بعبع انه بيخوف، هو بعبع عشان متشقي وبيفوت في الحديد، فبس طبعا البعبع ده كله بتشوف ان عيلين صغيرين بيغيروا حياته 180 درجه، فهتشوفوا، لا هتشوفوا حاجه مختلفه الامير السنه دي ان شاء الله. انا اول ما اهب ليبل حكى لي الموضوع انا قعدت اضحك، انا شفت الفيلم او هو بيحكوا لي انا شايفه مشهد مشهد، بعت لحسين من نبيل قلت له ايه رايك الفيلم ده، حسين قول لي ايه رايك فيه، بعديها مفيش بساعتين ثلاثة قرا الفيلم كلمني قال لي اوعى تسيب الفيلم ده احنا هنعمل الفيلم ده. فالحمد لله كان توفيق من عند ربنا وبسطنا في التجربة، والحمد لله كلنا بسطنا مع بعض، وكانت تجربة حلوة وعدت علينا يعني زي العسل. هو الفيلم كله إفيهات لطيفة وكله مواقف حلوة، والحمد لله ربنا كرمنا بمؤلف محترم وناس ممثلين محترمين عملوا شغل جامد جدا في الفيلم، وهتشوفوا حاجة حلوة قوي. ده لازم يتفرج على الفيلم ويتفرج على كل الأفلام، وإن شاء الله كل الأفلام تعجبكم، وإن شاء الله كل الأفلام تكسر الدنيا يا رب.